أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بعد انتشال طواقم الإنقاذ جثامين عدد من الشهداء ارتقوا تحت أنقاض المباني المدمرة جراء قصف الاحتلال في وقت سابق. وقالت الوزارة إن الحصيلة النهائية بلغت 243 شهيدا وأكثر من 1900 جريح، مضيفة أن العدوان الوحشي للاحتلال أدى إلى استشهاد 66 طفلا بالإضافة إلى 39 سيدة و17 مسنا، مشيرة إلى أن الجرحى أكثرهم من الأطفال والنساء.